আমার একমাত্র ছেলে সন্তান হামিম বিন নাসিরুদ্দিন সরকার, 8 বছর বয়স, আল্লাহর কাছ মেহরবানিতে 30 পারা কোরআনের হাফেজ হয়ে গেছে। তার জন্য দোয়া করবেন। দোয়া নেওয়ার জন্য একটু তেলাওয়াত দিলাম। আব্বু একটু তেলাওয়াত করো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا للذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. الحمد لله. সবাই খাস করে দোয়া করবেন।